65 متر، مطبخ امريكاني للطرقة تاني. ده المطبخ الامريكاني الجهة التانية. ده باب الشقة مصفح، باب مصفح. وهنا ترابيزة السفرة معادة، والبلكونة بص على شارع أحمد حسن شفيق فرع من موريتانيا. ويا مسهل، بسم الله. ده باب الحمام، كده ده باب الأوضة الكبيرة. دي الأوضة الكبيرة، ده الشباك بيبص على جمال عبد الناصر، بس طبعا دلوقتي ضلمة مش حد يطلع. ده شارع جمال عبد الناصر، التحتية دي مدرسة. دي بقية الأوضة، دي مساحتها كلها 65 متر، مطبخ امريكاني للطرقة تاني. دي كده باب الشقة، المطبخ دي الصالة. دي الأوضة الصغيرة،
فاتحين البلكونة. كده دي الطرقة، ده بقى المطبخ، ده الحمام، خمسة وستين متر، مطبخ أمريكاني للطرقة تاني، ده المطبخ الأمريكاني الجهة التانية، ده باب الشقة مصفح، باب مصفح، وهنا ترابيزة السفرة معادة، والبلكونة بس على شارع أحمد حسن شفيق فرع من موريتانيا. ويا مسهل، بسم الله. ده باب الحمام، كده ده باب الأوضة الكبيرة، دي الأوضة الكبيرة، ده الشباك بيبص على جمال عبد الناصر، بس طبعا دلوقتي ضلمة مفيش حد يطلع. ده شارع جمال عبد الناصر، اللي تحتية دي مدرسة، دي بقية الأوضة، دي مساحتها كلها 65 متر، مطبخ أمريكاني للطرقة تاني، دي كده باب الشقة،
المطبخ. عندي الصالة، دي الأوضة الصغيرة، هنا البلكونة. كده دي الطرقة، ده بقى المطبخ، ده الحمام.